السلام عليكم وشوش، من أكثر الوشوش الأدبية شهرة ومجد وأهمية وحضور وكاريزما وتأثير في واقعنا المصري والعربي هو نجيب محفوظ ويوسف إدريس. والغرابة إنهم شخصيتين في منتهى التناقض، وشين غير وش بعض خالص. يعني أنا عايز أقول لكم، يوم ما نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل للأدب 1988 في فرح جبار اندلع في مصر. تعرفين فرحتنا محمد صلاح دلوقتي حاجة كده، فرح عبد نجيب محفوظ وقتها. إلا إن يوسف إدريس كان عنيفا جدا في الهجوم على نجيب محفوظ ورفضا لمنحه جائزة نوبل. قال لا، واحد من القمم عندنا بيرفض نيل قمة أخرى هذه الجائزة العالمية الكبيرة. ليه؟ لأنه طول الوقت يا جماعة، وأنا بحكي لكم عن جيلي والجيل اللي سابقني والجيل اللي بعدي، كان في مصر حزبين زي ما في أهلي وزمالك كده، في الأدب والقصص والروايات حزبين، حزب نجيب محفوظ وحزب يوسف إدريس. ولقوا أدباء أقرب إلى نجيب محفوظ وأكثر انتماء وأكثر هوى وتأثرا، وتلاقي أدباء حزب يوسف إدريس، انبهار بيوسف إدريس وجري وراء تقليد ومحاكاته والوقوع تحت براثن تأثيره وجاذبيته، ورغم أن الاثنين في منتهى التناقض. إزاي؟ محفوظ قاهري مدني بتاع المدينة، يوسف إدريس راجل فلاح شرقاوي، لكن كمان نجيب محفوظ راجل موظف ومهتم جدا بوظيفته وملتزم جدا في الوظيفة ومخلص لها للغاية، ويكاد يتماهى تماما مع كونه موظف شوية في وزارة المعارف، شوية في وزارة الإيه، شوية في وزارة الثقافة، إنما موظف طول الوقت. يوسف إدريس متمرد على الوظيفة، كان طبيب لكن واشتغل طبيب في وزارة الصحة، واشتغل طبيب في شركة من الشركات، لكن تمرد بقوة على الوظيفة وراح إلى الأدب الحر والكتابة الحرة وإلى العمل في الصحافة، بينما نجيب محفوظ فضل لغاية المعاش ملتزم التزام صارم بكونه موظف. نجيب محفوظ منظم جدا جدا في حياته، بمعنى انه بيصحى في توقيت معين، ينام الظهر في توقيت معين، يروح الشغل ويرجع في ساعة معينة، يطلع حتى يتفسح مع اصحابه في توقيت معين، يقعد مع في القهوة بتوقيت معين، اقول لكم حاجة، بيشرب السجاير في توقيت معين. يعني كل اللي يعرفه استاذ نجيب محفوظ ايام ما كان بيدخن، وده انا شفته رأي العين يعني، مش بس قريت عنه، استاذ نجيب محفوظ بيشرب على رأس الساعة سيجارة. يعني انت ممكن تعلم الوقت بسيجارة استاذ نجيب كده، عدى ساعة ما تفهمش ازاي، ساعة بالستين دقيقة. بينما يوسف إدريس عكس كده تماما، فوضوي عبثي هلهلي، لا عنده مواعيد ولا وقت ولا منتظم في حاجة. وعشان كده نجيب محفوظ روائي مهم جدا عظيم جدا في الرواية. الرواية الإيه؟ الرواية اللي محتاجة وقت وجهد وأعصاب وتفاني واستمرار ودأب وتشكيل حياة. يوسف إدريس عبقري في إيه؟ في القصة القصيرة، اللقطة، اللحظة، الخطفة. الفرق كبير في حتى في النوع الأدبي اللي تميز. طبعا نجيب محفوظ لما كتب قصص قصيرة كتب قصص فزة، فزة بكل معنى الكلمة. الدكتور يوسف إدريس لما كتب قصص طويلة كتب قصص طويلة نسبيا. أطول قصة في حياته، أطول رواية في حياته اللي هي البيضاء، هي أسخف رواية كتبها في حياته لأنه نفسه مش طويل. هنا بالضبط حتى نزوات نجيب محفوظ ولا حد يعرف عنها حاجة، مطمورة ومخفية والخاصة وخاصة الخاصة حواليه. ده نجيب محفوظ يا أخي أصحابه العديم على القهوة عرفوا أنه متجوز لما عيالهم لقوا عيال نجيب محفوظ في المدرسة أساسا. يعني يتم أنا بنت نجيب محفوظ، إيه ده؟ ونجيب محفوظ اتجوز وبقى عنده كمان بنت وبتروح المدرسة وهو بيعرفش. أما يوسف إدريس مصر كلها لو قال كلمة غزل لوحدة في مكتبه مصر كلها بتعرف يعني سلا. فده نقيدين تماما، النقيدين دولة قدامك هم وشين هم، تختار مين بعد الرحلة الطويلة دي كلها؟ تختار تبقى بروح نجيب محفوظ ولا بمنهج يوسف إدريس؟ ده عبقري وده عبقري، ده ناجح وده ناجح، لكن ده الخيارات اللي في الحياة، خيار نجيب محفوظ وخيار يوسف إدريس. سألتني طبعا أنا أقول لك أنا بحب يعني يوسف إدريس حب عشق، لكن أختار نجيب محفوظ.